خليني أروح لك على الجريمة اللي صارت هناك. أنا هذه جريمة صارت وقبلها جرائم كثيرة صارت، أقصد جريمة الفرحاتية. أنا قلتها سابقا وأقولها اليوم، طالما أنه أكو هناك ميليشيات استغلت عنوان الحشد الشريف الذي يعني خرج من مرجعية لمقاتلة داعش، وأكو ناس ضحت بحياتها حتى تدافع عن وطنها، واليوم عوائلهم يجوز ما حد يرعاهم أساسا. هذه ما دام هذه العناصر استغلت هذا العنوان لكي تبقى في هذه المناطق لأغراض اقتصادية بالدرجة الأساسية، أنا أقول أنا الأوان أن نعيد النظر في هذا الموضوع، وأن نقول للإخوان الموجودين في هذه المناطق: يا أخوان، بارك الله في من قاتل بشرف ضد داعش وأنطى دماءه، أو اللي باقي على قيد الحياة كفى عند هذا الحد، انسحبوا من هذه المناطق، واللي يروح للجيش يروح للجيش، اللي يروح للشرطة يروح للشرطة، اللي عنده مؤهلات واللي كان يشتغل معمل يرجع المعملة، واللي كان مزارع يرجع على زراعته. أما بقائهم هناك فيه خطورة كبيرة جدا، لأنه أصبحت هو كبيرة بينه وبين المجتمع. وأنا أقوله يعني سيزعل علي الكثيرون كما زعلوا سابقا، ولكن لا حل إلا بهذا الموضوع. ومن هذا اللقاء بهذا اللقاء أناشد المرجعية التي قامت بدعوة شريفة لفتوى شريفة لمقاتلة داعش، وراحوا الشباب على أساس هذه الدعوة، أقول أتمنى على المرجعية أن تتخذ قرار من هذا النوع وتقول بارك الله بكم، المهم مهمة مقاتلة داعش انتهت، لا تشوهوا قيمة أو معنى من قاتل في هذه المناطق على أساس الفتوى، ارجعوا إلى أماكنكم. أكيد راح يزعل علي الكثير، ولكن أنا شايف أنه من مصلحة البلد أن أقول هذا الموضوع وأتحمل مسؤوليته، أتحمل مسؤوليته لأن أنا أعرف نتائجه شنو، لكن أتحمل مسؤوليته لأنه واضح أنه لا مجال لا 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 وجود للدولة كدولة في. طيب أنا هنا أضطر أسألك سؤال دكتور، يعني أنت الآن تناشد المرجعية الدينية في هذا، لماذا لا تناشد الكاظمي بصفته القائد العام بالقوات المسلحة وهو الذي يجب أن يتخذ هذا القرار؟ ليش تناشد المرجعية؟ المرجعية ممكن تقول لك أنتم دولة وصوتوا بالبرلمان وأنتم قبلتم ومؤسسة أمنية وبها القائد العام هو الذي يحدد خياراته بالقبول بالرفض بالحل بالدمج بالتسريح. السؤال هل أن هذه الميليشيات الموجودة ضمن بعنوان الحشد تسمع كلام الكاظمي؟ تطيع أوامر الكاظمي أم أنها تمردت على الكاظمي في أكثر من مكان؟ ولذلك أنا أناشد من أصدر الفتوى بالأساس وذهب الناس للتطوع على أساس هذه الفتوى، منطلقا من أن نسبة كبيرة من المجتمع العراقي يسمع للمرجعية يسمع للمرجعية، حتى وإن لم يسمع البعض ولكن الغالبية العظمى من المجتمع العراقي سيسمع لرأي المرجعية وسيكون له رأي آخر في من يتواجد خارج إرادة المرجعية وخارج إرادة الدولة.